والحمد لله. الله يا خوتي. يا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة العربي، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. المهم اخوتي، اليوم فريق الاهلي المصري عيواجه فريق سانتوس الامريكي، سانتوس الامريكي. اليوم جبرتونا في الحومة، غنتجهوا نتغداو، من بعد غنتجهوا مباشرة للملعب طبعا نتغداو. اللي بغا يضرب معنا الضيصر محبوب. بعد ما سلينا الجوله ديالنا، الوجبه ديالنا الغداء اللي كانت هي عباره عن زلافه ديال البيصاره وغدا ديال طنجة. المهم دابا نتجهوا لحي كاسابراتا. احنا وصلنا لحي كاسابراتا، فين نتلاقاو السيد اللي عايد لنا من الملعب وهو اللي وفر لنا لي تيكي. هذه هي الجامع ديال السعودي ديال كاسابراتا. نفس ما جي غنتلاقى واحد دق، تفاجات واحد الاخ اخر. هو فين هو؟ تحيا لكم تحيا الاخوان. هو مشرفنا حتى هو. بلاتي وريهم. هي 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 صافي. تحياتي اخوتي ديما مغرب. المهم اخوتي غنقول لكم واحد الحدث صغير. ميداد البيضاوي كما باقي لا والو، تفوق على الاهلي المصري على الهلال السعودي بحق ملعبي حصل زولوا لهم الجول، نتمنوا يتحمسوا ويماركيو شي جول اخر نزيهم في حالهم. الحافلات اللي خاصتهم الدولة نقل المتفرجين، شوفوا هذه الحافلات فين هما، حافلات خاصة بالمونديال. ها هما الحافلات ديال المونديال. كتشوفوا احنا وصلنا للملعب، ارشادات كما كتشوفوا هما موراي الناس، الارشادات الناس الامن. شكرا لكل ناس المغرب، والله شكرا لكم. نشكر المغرب كاملة على الاستقبال الجميل، بصراحة حسينا ان احنا بنلعب في بلدنا وفي مكاننا وفي الحمد لله. وش طنجة كان حلو على الاهلي وده اللي كنت متوقعه والحمد لله. مبسوطين يعني، تعالوا تفضل. احنا جايين من دبي مخصوص والله ورا الاهلي، وكلنا ثقه الحمد لله الحمد لله. والاهلي
يمكن الحمد لله يعني بشكر ربنا على النعمة اللي الواحد فيها النهاردة، يعني ان احنا كسبنا وفرحنا كلنا. بلد شقيقة وانا عارف كلهم بحبونا جدا يعني، واحنا بنحبهم جدا. يمكن بشكرهم النهاردة وبشكر كل الجمهور حتى المحضرش المغربي.